بين السطور مصر يروح لعدد من الأقسام بقد وقتنا ما هيسمح، علشان نتعرف على ليه اللغات دي تحديدا وإيه الخبرة في التعامل مع القطاعات السكانية اللي بتتحدث هذه اللغة. خلوني سريعا أنقل حضراتكم للدكتور هام عبد الله، مشرفة قسم الأوردو بالمرصد. خليني أرحب بحضرتك وأسألك، أنتوا اخترتوا اللغة دي ليه؟ مين اللي بيتكلم عدد كبير؟ يعني إيه الأولوية اختيارها؟ وانقلي لي جزء من الخبرة في التعامل بقى مع الناطقين بيها. اللغة الأردية هي ثاني أكبر لغة في العالم من حيث عدد المتحدثين بها، وهي ثاني أكبر لغة للمسلمين بعد يعني أو ثاني أكبر تجمع للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا، موجود في شبه القارة الهندية اللي هي دلوقتي اسمها الهند وباكستان وبنغلاديش. إحنا عندنا يعني نقطتين نتكلم عنهم. أولا المسلمين في الهند أقلية، والمسلمين في باكستان أكثرية. المسلمين في الهند تقريبا 180 مليون مسلم ما بين مليار وشوية، فبالتالي هم أقلية لهم مشاكلهم، وهما برضو عدد لا يستهان به، عشان كده كتير جدا من المسلمين هناك بيطالبوا ان هما مش يتقال عليهم ان هما أقلية، ولكن يتقال عليهم ان هما تاني أكبر أكثرية في الهند بعد الهندوس. تمام. طبعا لهم مشاكلهم، وبرضو بيتم استهدافهم على اساس ان هم اقليه يمكن دلوقتي غير مرغوب فيها، وبيتقال لهم والله مش انتوا عندكم باكستان روحوا لها، فبالتالي في ناس كتير بيتم استهدافهم مثلا مجرد ان تم اشتباه في واحد ان هو كان اكل لحم بقره، ده اتقتل وعملت ضجة كبيرة جدا، كان راجل عجوز مسن وعملت مشاكل. عندنا لو رحنا باكستان فإحنا زي ما بقول لحضرتك أكتر من 90% من سكان باكستان دول مسلمين، ولكن عندنا أقلية مسيحية، وعندنا أقلية برضو من الشيعة، أو وطبعا الهندوس موجودين بنسبة قليلة جدا، فبالتالي للأسف برضو بيتم احيانا استهداف الاقليات دي على اساس ان باسم الدين. فاحنا ممكن تلاقي مسجد للصوفيه مستهدف تقريبا من شهر، مسجد للشيعة مستهدف من اسبوعين، هتلاقي في مسيحي اتقتل في طالب جامعي من اسبوعين، وهكذا. فهي المشاكل بالرغم ان هم تقريبا كلهم بيتكلموا لغه واحده وعاداتهم وتقاليدهم حتى شكلهم قريب قوي من بعض، ولكن المشاكل في الهند مختلفه شويه عن المشاكل في باكستان. عايزه اعرف من حضرتك خبره التعامل، خاصه ان انا عارفه ان الجاليه دي موجوده في انجلترا بشكل كبير جدا، ومؤخرا كنا بنعرف ان في اعداد، ودي فقط اللي بيتم الإعلان عنها، اللي بيلتحقوا بداعش. بخبرة التعامل في المرصد إزاي بتتعاملوا مع مشاكل؟ واحكي لي مشكلة من دول. والله كان في مشكلة لابن صديقة ليا، كان موضوع قريب. هما ناس من أسرة كويسة جدا وعايشين في لندن من زمان، والابن ده اتولد في لندن، أسرة باكستانية. فهي الأم كلمتني على أساس أن هي عايزة تشوف هي ممكن تعالج أو ممكن تتكلم مع ابنها إزاي. فبتقول انا ابني في كليه هندسه، وفجاه لقينا ان هو بيروح الجامع، بتردد في الجامع كتير جدا، وبيصلي الصلوات الخمسه في الجامع، وكمان بلاقيه فجاه بيقدم في البيت. فاحنا قلقانين عليه. فطبعا كانت الخطوه الاولى يعني طبيعي ان انا اقول لها طب اتكلموا معاه شوفوا هو ميوله ايه يعني. فطبعا هو الولد متربي في لندن، وتقريبا بيروح باكستان كل سنه مره في الاجازات يعني. فالمهم هما لما اتكلموا معاه، الوالد طبيب، هو الولد طمنه وقال له يا بابا انت على فكره مفهمني كويس قوي ايه هو الاسلام، انا عارف وانت علمتني ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو مصدر الرحمه وهو رحمه للعالمين، وان هو وقف لليهودي اللي جنازه اليهودي وهي معديه، وهو برضو سال على اليهوديه لما مش رمت عليه القمامه اكتر من يومين. فانا ما تقلقش عليا انا كويس جدا. يعني الشاب ده باكستاني الاصل ولكن هو انجليزي النشأة. انجليزي الجنسيه كمان طبعا. مشكلته جت من ايه؟ لا هو الحمد لله مش حصلت معه مشكلة، عشان على حد قوله ان هو محصن. محصن بالمعرفة الصحيحة للإسلام. هو قال المشكلة من الناس اللي مش محصنين أصلا بالمعرفة الصحيحة للإسلام، ان هم بيستقوا الإسلام من مصادر معينة. فعشان كده لما هو كلمني قال انا عرفت ان انت في الأزهر، وانا عرفت ان في مرصد، والمرصد ده بيتكلم لغات كتيرة قوي، احنا محتاجين ان انتوا بالصوت الإسلام المعتدل توصلوا للشباب ده. طبعا هو كان عنده من الأصدقاء اثنين بنتين وفي نفس
اليوركشاير في نفس المنطقه المقاطعة دي بتاعته. المقاطعه انضموا فعلا لداعش، ولكن هو كان شايف ان هم مش انضموا لداعش عشان هم يعني انجذبوا للافكار المتطرفه، بس هو بالنسبه لهم هي دي الافكار الصحيحه بالظبط، هم مش كانوا عارفين. فهي المشكله يعني هو حاول يفهمني عشان بالمره برضو يطمن بابا ومامته اللي قاعدين جنبه وقلقانين عليه جدا ان هو ولد في السن ده لسه عنده 20 سنه في الذكاء، بقول لحضرتك ان هو في الهندسه ان هو فجاه مش يلاقوه عشان ده حصل بالزبط. فعلا نماذج زي كده. فهو يعني عشان يطمنهم زي ما بقول لحضرتك، فقال لي انا عارف يعني ايه اسلام، بس هم مش عارفين. خد من حضرتك الخبره دي والتعامل مع صفحه المرصد، يعني باعتبار ان دي واجهه، هل يعني هينجح بقى ان هو يقنعهم انه يتعاملوا ويطرحوا اسئلتهم عن طريق المرصد فيبقى الصوت الازهري الوسطي هو البديل للمعرفه دي. سامحيني وقتي قليل جدا، بس انا كنت معنيه برصد بعض التجارب واكيد هنتواصل كثيرا. انا اخذت منه وعد ان هو يتواصل معايا، ولو في اي حاجه هم عايزين يسالوها وحتى يبقى في دايركت كونتاكت، يعني هم لو طبعا عايزين يكلمونا احنا موجودين في اي وقت. وبصراحه هو لما شاف ان في اكثر من لغه، ما هم المشكله برضو عندهم اللغه الوسيله طبعًا. المصدر والوسيله، المصدر هناك غير موثوق فيه برضو إن طبعًا. مين المحتوى مش عارف مين آيات. صحيح، هو خلاص هو بالنسبه لهم هو ده مصدر الاسلام. خليني يعني الوسيله كمان يعني خليني انا يعني بشكرك وبشكر الحقيقه فضيله الامام في فكره المرصد، واتاخر الصوت واحنا بحاجه ليه ومش هنقف عند انه اتاخر بالظبط، احنا مستنيينه ومستنيين ان الردود ما تبقاش بس على التشات وتبقى فيها فويس ونقدر ندخل لمساحات اكبر، لانه ده وقتكم، العالم بحاجه لصوتكم مش بس في مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره ريهام عبد الله مشرفه قسم الاردو في المرصد، شكرا لحضرتك.